حسين يوسف. الحرية. باسم يوسف، اهلا بيكم في برنامج البرنامج. الحلقة النهاردة على باسم يوسف في ماما امريكا. ازيك يا باسم؟ ازيك يا باسم؟ ازيك يا باسم؟ ازيك يا باسم؟ عاملة ايه ماما امريكا يا باسم؟ طيب احنا عايزين نقول لباسم ان مصر ام الدنيا بتسلم على ماما امريكا، وانا بقى هشرح لكم ازاي ماما مصر بتسلم على ماما امريكا. فهي في ماما واحدة مفروض يعني، صح؟ فهي يا اما دي ماما يا اما دي ماما، انما ما ينفعش الاثنين يكونوا ماما، مش كده ولا ايه؟ ما علينا، اهلا بيكم في برنامج البرنامج نمبر 2 نمبر 2. طيب الموضوع على ايه؟ كان على ايه؟ كان على ايه؟ استاذ باسم يوسف بيقول انا مش انا يا جماعه، وانا كراسي متحركه، كراسي موسيقيه، نقعد هنا كده شويه وبعدين نقوم، وبعدين نروح نقعد هنا كده شويه وبعدين نقوم. حقك تيجي تلعب سكيت بورد والله يا باسم بجد يعني. بص سكيت بورد انا برضو بقعد عليه كده واقوم، وبعدين اقعد على السكيت بورد التاني واقعد كده واقوم. بس برضو مفيش غيري انا لوحدي يعني، انا بس انا واحد بقف وبقف على السكيت بورد ده واقوم، اروح على السكيت بورد التاني واقوم واقف واقعد وكل حاجه، وده بعمل بيه حركات وده بعمل بيه حركات، بس ده له ستايل معين والتاني له ستايل تاني. يعني عارف في ستايل سيرفينج وفي ستايل تاني بقى حركات، وفي ستايل سيرف سكيت، يعني في كذا سكيت بورد. فاحنا بس بنتعرف يعني على بعض. انا عارف ان الحلقه دي انا بعملها على قفا باسم يوسف، وان شاء الله انا عارف انها هتتشهر كده، وانا محتاج يعني فعلا القناه بتاعتي تبقى بيو بيو بيو. واخد بالك يا صديقي، واخد بالك يا عزيزي المشاهد، يا عزيزي يا عزيزي. طيب دلوقتي ماما امريكا عندها الستاتيو اوف ليبرتي. ستاتيو اوف ليبرتي تمثال ايه؟ تمثال ليبرتي؟ لا، تمثال الحريه. طيب هي مش حريه تبقى فريدم؟ بس فريدم مش ليبرتي. يعني فريدم وليبرتي الكلمتين دول بالعربي اسمهم ايه؟ اسمهم حريه، فهي كلمة واحدة. وبالمناسبة تمثال الحرية اللي في أمريكا كان مفروض مبعوت لمصر، كنا مفروض مبعوت من فرنسا هدية عشان يتحط في قناة السويس، وإحنا قلنا لهم ساعتها لا 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 معلش إحنا ما عندناش فلوس ندفع المواصلات عشان كان هيكلفنا كتير قوي، فما خدناهاش. قلنا لهم معلش بقى مش مشكلة. بس احب اقول لكم يا عزيزي المشاهد، عزيزي مشاهد خليك معايا وركز كويس قوي، العظمه دي كلها بتاعت تمثال الحريه ستاتيو اوف ليبرتي راحت امريكا. ليه بقى؟ لان ليبرتي هي ليبرتي دي كلمه اصلا مفتكسه، مخدعة، مفكوسة، كلمة مدلسة. ليه بقى هي مدلسة؟ لأن ما فيش حاجة اسمها ليبرتي. يعني أنت لو تعرف هتفهم، وخليك معايا بس شوية حتة كده عشان الموضوع صعب شوية يتشرح. ما هي الحرية؟ الحرية اللي احنا بنقعد ايه في التحرير نقول عايزين حرية حرية. الحرية هي انك ما تتعداش على الاخر، والحرية دي مش حاجة احنا بنطالبها تروح السوبر ماركت تقول لو سمحت عايز اتنين حرية وتلاتة ليبرتي. يعني ما بنروحش السوبر ماركت نطلب كده نقول عايزين شوية حرية لو سمحت. فالحرية دي حاجة داخلية جوه،
لما حد بيحس ان هو مكتوم او حاجة كده بيقول لا انا حرروني حرروني بقى. احنا كده دخلنا في ايه؟ ليبرتي. ليبرتي ان انا عايز اطلع من بره كياني، من بره نفسي. وللاسف هو ده تقريبا اللي بيحصل يعني، بالنسبة اللي بيحصل عامة اليومين دول يعني. الحرية ليها دعوة بالتروث وبالجاستس، يعني الحق والعدالة، هي دي فريدم. دي فريدم جاية بتقدم ده. فأنت لو عندك الحق وعندك جاستس كده you're free. إنما ليبرتي هو الطريق للكيوس والأناركي، الأناركية واللخبطة بقى التامة. ليبرتي اللي هو كل واحد يعمل اللي هو عايزه كده. ف إن الإنسان يكون حر، مش إن هو يطلع بره الستانسل. الستانسل اللي هي الاسطمبة، الاسطمبة اللي هي زي كده بتحطها كده على الحيطة عشان بتكون هي متقطعة وجاهزة مكتوب عليها كلام، وانت بتحط عليها بوية وتشيل الستانسل. اكيد يعني عشرت ولا شفت الحاجات دي في الصور. حط الاسطمبة، تحط البوية، تشيل، تلاقي البتاع اترسمت على الحيطة. فالحرية هي مش انك زي في السكيت بورد، انت ليك حاجات حكماك نفسك من جواك. فيعني الحرية مش انك تطلع بره الستانسل، انما بالعكس هي انك تخش جوه الستانسل. فالحرية ليها دعوة بانك تفهم نفسك اكتر، مش انك تحط نفسك مكان حد تاني وتحاول تفهمه. لانك مهما عملت مش هتعرف تفهم الانسان التاني ده. ربنا الله يهدي من يشاء. عشان كده ممكن تكون قلت له كل الأدلة عشان يؤمن، وبرضه هتلاقيه هو كده. ليه؟ لأن في غشاوة على القلب. يعني الموضوع مش بس five senses، الإنسان ما فيهوش بس خمس حواس اللي هي الشم والسمع والكلام والبصر والإحساس بالإيدين والتحسيس. لا يعني في أكتر، في العقل، في القلب. ففي ناس عندها مشاكل بقى في الغشوات دي. فبالمناسبة مش عشان انت دكتور يبقى خلاص يبقى انت كده يعني ما بتغلطش. في ناس كتير قوي يعني، في دكتور بواسير طلع بيفتي في حاجة وطبعا بيقولها وهوك، فملهاش دعوة يعني، ملهاش دعوة، مع انه بيطلع والناس كلها بتحبه. بس الناس قليلة قوي هي اللي بتبقى دايما فاهمة قد ايه هو غلط يعني. وساعات الغلط ده ما بيكبر بيكبر بيكبر. فلما يعني، فبس احنا فمصر ما خدتش تمثال الحرية. ليه؟ لان احنا ما عندناش حاجة اسمها الليبرتي، فكنا هنسميه تمثال الحرية. فلما يعني لما الأجانب يجوا عندنا يقولوا إيه ده تمثال فريدم، هيقولوا ستاتيو أوف ليبرتي. فهتبقى حاجة متناقضة، لأن إحنا كده مش لسه هنشرح لهم، لا نقول لهم بالعربي فريدم حاجة تانية غير ليبرتي. مش ليبرتي يعني نتحرر بقى ونعمل اللي إحنا عايزينه وكل واحد يعمل اللي هو عايزه، ده هيبقى كاوس يعني. كده هتبقى العملية إيه؟ بالعكس بتتخبط في بعض. فعشان كده احنا قلنا لهم لا مش عايزين، لان الليبرتي غير فريدم. وفريدم مفروض كلمة حرية دي ما يبقاش ليها اصلا ستاتيو، ما يبقاش ليها تمثال. كلمة فريدم مفروض ما يكونش ليها تمثال. انما ليبرتي هم بقى مع نفسهم يعملوا تمثال بقى ليبرتي، يعملوا تمثال قوس قزح، يعملوا تمثال اللي هم عايزينه. انما احنا اوريدي عارفين ايه الفريدم، مقاييسها ايه، القيمة بتاعتها ايه، القيم بتاعت الفريدم ايه. فالفريدم هي انك تفهم نفسك وتفهم ربنا اللي خلقك. ساعتها you will feel free، لانك انت بتفكر في حاجة بره اليونيفرس كله على بعضه، وبتدعي لربنا اللي هو عمل اليونيفرس كله، و in direct contact معاه.
يعني ما فيش حد في النص، ولا بقى تكلمه عشان يقول لك اغفر لي لو سمحت، او روح صلي لي، او اعمل لي حاجة، او وكلني، او شربني. لا، انت منك لله على طول. فبس ما ينفعش تحط مكانك مكان ناس تانية وتقعد تقول كراسي متحركة. فعزيزي المشاهد، ها عزيزي المشاهد، ركز معايا، خليك معايا. هقول حاجة مهمة جدا دلوقتي. انا قعدت 3 سنين عمال بكسر دماغي عشان افهم ايه حكاية الفري انرجي دي، اللي هي بتاعت نيكولا تسلا. ونيكولا تسلا وتوماس اديسون الاثنين دول كانوا عمالين بيتخانقوا على مع بعض عشان ايه؟ يطلعوا كهرباء للعالم، ها؟ وكان في خناقه بقى، ونيكولا تسلا كان عايز يعمل تاورز حوالين العالم تاخد من البرق وتوزع كهرباء للعالم بقى كله ببلاش. فعشان كده اسمها فري انرجي، عشان ببلاش من غير فلوس يعني. ف لان الفري الحاجه اللي هي وحيده اللي ممكن تبقى فري، هي زي حاجه زي النظر، حاجه انت اتولدت بيها وبتكبر بيها وبتعيش بيها وبعدين بتموت بيها وانتهت كده خلاص. وكمان يعني الفري انرجي دي، ما انا ممكن اخد فري كهرباء ببلاش واستخدمها بطريقه، واحد تاني يستخدمها بطريقه تانية، انا ابني بيها حاجه وهو يبني بيها حاجه تانية خالص، ودي تكون حاجه كويسه بيئيه ودي حاجه تكون وحشه جدا. فالحاجة الوحشة جدا دي اللي طلعت اللي بتبوظ البيئة اللي هو بناها من الكهرباء، طب ما كده ما بقتش فري خلاص، كده هيتحط عليها تاكسز وهيتحط عليها بلاوي وريستريكشنز، ويقفل الموضوع ده وهنكتم على الحتة دي عشان ما يحصلش كده تاني، فما بقتش فري، فما فيش حاجة فري خالص. فالحاجة اللي نيكولا تسلا اللي كانت مجنناه، واللي انت مفروض تكون عارفها يعني عشان بما انك مسلم، ان التاورز دي هي المآذن، وفريدم هو بلال، بلال اللي هو اول عبد وأذن، فهو الأذان، والله لا يهدي قوم الا لو هم حسنوا من نفسهم. فاللي مش قابلين التاورز دي انها تطلع في بلادهم، يبقى هم لسه ما حسنوش من نفسهم اصلا، فهم متاخرين. هتقولي ازاي هم متاخرين؟ دول متقدمين جدا، وصلوا للقمر. عشان انت نسيت تبص على الفراعنه، وبص عليهم هم بيتكلموا على الفراعنه بيقولوا ايه. بيقولوا دول كانوا متقدمين جدا، دول كانوا عندهم حاجات فوق الخيال، مع ان الفرعوني كان الافريج الحياه الافريج بتاعته كانت 30 سنه بس. فيعني لو احنا عندنا سوبر فودز، ده احنا اللي فوق الخيال يعني، انما هما برضو بيقولوا عليهم هما فوق الخيال. ليه؟ لان هما مش فاهمين ان الموضوع طلع كده. هما فاكرين بقى ان فيه كانوا فرعنا كده، وبعدين مره واحده نزلنا اختفينا، وبعدين رحنا ابتدينا نطلع تاني. وفي ناس حتى مصريين يجي يقول لك لا دول فرعنا، ده احنا ملناش علاقة بالفراعنة، ده احنا مش عارفين نقف طابور اصلا. والحمد لله ان جه كورونا بمناسبة الطابور، لان فعلا المصريين مش عارفين حكاية البودي سبيس والبرايفت سبيس، وانك تقف في طابور محترم. واحدة ست جاية محجبة جاية تقف جنبي هنا يعني، وانا الكاشير هنا قدامي، فيش فايدة. ده كان زمان قبل كورونا، والحمد لله. انا قلت لها يعني طبعا اتجننت، زي واحدة وجاية تقف جنبي ليه يعني، حتى في حد ورايا يعني، مفيش بقى خالص. وتيجي تكلمها برضو ما بتردش، وبعدين تبتدي تعلي صوتك، يبقى انا اللي ابتديت اغلط بقى، انا اللي ابتديت اغلط. الناس كلها تقول لا ده انت اللي غلطان، ما انت ابتديت تغلط. فعشان كده الحرية هي انك تخش جوه ستانسل. ربنا مع الصابرين. وفي ناس عمرها ما تتغير، ست دي مش هقدر اغيرها دلوقتي حالا، وانا ما اعرفش ظروفها ايه كمان. فمش كل حد اقوم انا حاطط نفسي مكانه، لان ما فيش حد هيحط نفسه مكاني انا، فهي هي. ارجو انه يكون انك تكون فهمت حاجه. تاورز دي هي تسلا تاورز، وماشيه مع الشمس،
بالساعة، احنا ماشيين بالشمس مع الساعة وماشيين بالقمر وماشيين بكل حاجة، مش ماشيين بالشمس وسايبين القمر، لا الشمس والقمر الاتنين، والاتنين لما بيجوا كده يعملوا إكليبس الاتنين زي بعض بالظبط بالنسبة لينا احنا. فاحنا بنشوف الحاجة وبنقيمها بإيه؟ بالظاهر. بالظاهر يعني احنا عارفين ان دي اكبر من دي، بس الظاهر ايه؟ الاتنين قد بعض، الباقي على ربنا، الباقي يعني مش عارف ازاي اشرحها. يعني دي بالنسبة للي هو الموضوع بتاع الباقي على ربنا، واحنا بنحكم بالظاهر. وانت اكيد سمعتها وغالبا سمعتها، ولو ما سمعتهاش مش عارف اقول لك ايه. يعني انا اوريدي كتبت لك ان انت لازم تثقف نفسك، لان الموضوع فيك انت عشان تلاقي الحرية الداخلية دي. مش هتروح امريكا وتفتكرها هي دي ماما امريكا بقى والتقدم ورايحين مارس وهي، لا احنا لو كنا فعلا صادقين وعندهم جاستس، هم لو كان عندهم جاستس وكان عندهم فعلا التروث الحقيقة والصدق وعندهم كل الحاجات الحلوة دي القيم المهمة دي، كانت أولى الكرة الأرضية إن هم يصلحوها، مش إن هم يروحوا في بلاد في كواكب تانية. بس معلش يا باسم، أنا عارف إن أنا عملت الفيديو ده على قفاك، بس أرجو إنك تكون استفدت من المواضيع الكتيرة اللي أنا دخلتها في بعض دي، عشان في ناس ما بتفهمش غير كده. فكر فيها كويس، إيه هي الفريدم وإيه هي الفري، كلمة فري دي إيه هي، وإشمعنى البلاد عندهم الحاجات دي مختلفة. يعني إحنا عندنا الجبل حاجة زكرية، هم عندهم لا مونتاني ليه؟ إحنا عندنا الصحراء حاجة زكرية، هم عندهم الصحراء حاجة أنثوية، وهم عندهم لو ديزير. فالموضوع كبير جدا وبيرجع للإتيمولوجي والباراسايكولوجي. وجريجي ولا عربي؟ ها؟ زي كده يعني، لأن الأصل هو الأصل. عايز ترجع لحاجات اللي هي الأصلية، الروتس بتاعت البروبلمز، هي دي الروتس بتاعت البروبلمز. فأنا أرجو إنك تكون استفدت، وأتمنى لك كل خير، أتمنى لك إنك تنجح تاني. بس طبعا أتمنى لك أهم حاجة إنك تثقف نفسك، وأنت عارف أوريدي الشانلز اللي المفروض تثقف نفسك بيها هي فين واسمها إيه وكده. أنت مش محتاج تعرف، أنت كنت أوريدي شغال في الميديا وكنت ما شاء الله يعني ايه اكيد على الكيبورد كنت شغال زي المجنون. فلو انت ما تعرفش اسأل، الناس هتقولك في مليون دليل، في مليون حاجة ممكن تتفرج عليها وديبيتس. اهم حاجة الديبيتس، لان الديبيتس هي انا اكتر حاجة اتعلمت منها، المناظرات، ومش مناظرات بالعربي، مناظرات بالانجليزي، عشان تعرف كويس قوي الفرق ما بين فريدم وليبرتي والكلام اللي هو ايه اللي بيتلاعب بيه ده. لان هو المناظرة اللي بالعربي بتبقى دايما مش لذيذة انك تسمعها، بتبقى صعبة وتقيلة وكلها بيفتحوا كتب وكده. التانية المناظرات اللي في سبيكرز كورنر مثلا في هاي بارك، هايد بارك في انجلترا، هتلاقي شانلز كتير جدا وبيتكلموا بمنتهى الاحترام وبيقعدوا يناظروا بعض ويجيبوا يمين وشمال المواضيع كلها اللي انت محتاج تسمعها. باسم لو انت زعلان بقى على البنت بقى اللي هي ماتت دي، يعني هي ما ماتتش، هي انتحرت، اصل دي مش موتة طبيعية، فيعني لازم نقول هي ماتت ازاي. فيعني هي انتحرت، انتحرت. فأحب أقول لك لو أنت زعلان عليها، بقاء لله، البقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وباقية في حياتك بس كده. ودي مش حاجة عيب، وهو ده الحق، هو ده الحق. وحتى بنقولها للمسلمين كمان، يعني مش حاجة مخصوصة للي هم منتحرين. ها بقاء لله، وإن لله وإن إليه راجعون. السلام عليكم. لا أي الهبل، الهبل ده يعني ما يخش عقل عيل صغير، لأنك أنت بتقول كأن أنا مش أنا. أنا مش أنا. ها بص يا باسم، يعني أنت كنت واقف وإحنا كلنا كنا واقفين معاك. جات حتة كده والعملية قلشت منك خالص. عملية بص عملت كده، عملت كده. فشيك العصاية بتاعتك، يمكن في عيب تحت في الحتة دي. عارف دي اسمها ايه بالانجليزي؟ اسمها فرل. فرل كده زي تقريبا زي فارو كده. ها فيعني الكلام الانجليزي، كل الكلام ايا كان في العالم له باراسايكولوجي. باراسايكولوجي اللي هو الكلام اللي مستخبي ورا الكلام اللي بيزقك على حاجه. فليبرتي، كلمه ليبرتي دي معموله مخصوص عشان البوليتيشنز. حتى انت تعرف فرنساوي يا باسم، يعني كلمه ليبرتي دي موجوده في الفرنساوي ولا لا؟ اسمها ليبرتي. طب عندهم فريدم؟ لا ما عندهمش فريدم. شفت بقى؟ يعني في فرنسا وبالاسباني برضو كلمة فريدم ما عندهمش حاجة اسمها فريدم، اسمها ليبرتاد. يبقى الأمريكان الإنجليزي هم الوحدة اللي عندهم إيه؟ كلمتين لفريدم. إحنا بس عندنا إيه؟ حرية. ليه؟ لأن هي الحرية حاجة واحدة، والماما هي ماما واحدة، وإنت واحد، وربنا واحد. السلام عليكم.